ودي على اوضه عادل، يبقى اكيد دي اوضه شفيق ونرجس، نفس الوصف اللي قالوه النقيب محمود فهمي. سيد مدحت، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح، أسمعك بوضوح. انصرف سريعاً، انصرف سريعاً. أسمعك بوضوح، علي. الحمد لله على السلامة. مين؟ الدولار بكام النهاردة؟ أخيرا. اتأخرتوا علينا كده ليه؟ علشان نتأكد إن الجو نضيف من حواليكم. اسمع، 8 الصبح تكونوا في المطار، سيبوا كل شنطكم هناك في الأوتيل وادفعوا 10 أيام مقدم، وخلوا الأوضة محجوزة باسمكم. طب وهنقول لهم هنروح فين مدام هنغيب؟ مسافرين ميلانو. يعني هنسافر ميلانو؟ لا، دي تغطية لغيابكم عن روما. بكرة 8 الصبح تروحوا المطار، في واحد هيقابلكم. مين؟ هو هيعرفكم وهتاخدوا منه التعليمات. ربنا يقفلها في وشوشهم البعدة. وبعدين معاكي الحيطان اللي هزفت ودهان. ما انا كمان محبوسة هنا من ساعة ما وصلنا. ممكن دلوقتي بقى ننزل نشم شوية زفت هوا على رأيك؟ كرات، خرجوا من الاوتيل دلوقتي والناس بتوعنا وراهم خطوه بخطوه.
والدولار بكام النهارده؟ اهلا. جوازات التذاكر المصريه، جوازات التذاكر الاسرائيلي، طيارة تل أبيب فاضل عليها نص ساعة، روحوا كملوا الإجراءات. موسى حليم. دينا حليم، أهلا بيكم في دولتنا. أهلا، وحشتني قوي يا ميشر أبو موسى. قصدك الكولونيل أبو موسى. أنت ترقيت؟ أيوه. ألف مبروك. مبروك يا كولونيل. مبروك لنا كلنا. ما أنتوا زي ما تقولوا عندكم في مصر كنتوا أدم الخير علي. يعني أنتوا مبسوطين مننا؟ قوي قوي قوي. الكولونيل أبو موسى جاي بنفسه يرحب بيكم مع إنه مشغول قوي. ما احنا كمان كان وشنا حلو عليه يا ريتا، ولا ايه يا كولونيل؟ وجهه نظري فيكم كانت في محلها من ساعه ما قابلتكم في العريش. اسيبكم بقى ترتاحوا ونتقابل بعدين. على فكره انا محضر لكم مفاجاه، مفاجاه مذهله. يسعدني باسم جيش الدفاع الاسرائيلي انك تكون ضابط شرف برتبه كابتن، وده تقدير مننا لاخلاصك في خدمه دولتنا. وانت يا دينا حليم. احنا كلنا هنا عارفين وحاسين بالمساعدات اللي بتعمليها مع موسى حليم، قصدي كابتن موسى حليم. عشان كده تقرر منحك رتبة الملازم شرف في جيش الدفاع الاسرائيلي انت كمان، واعتبارك انت وموسى حليم مواطنين في دولة اسرائيل. التكريم ده أول مرة بنعمله مع أي حد سبق وتعاون معنا، وده دليل على تقديرنا لجهودكم وإخلاصكم وطاعتكم. إحنا متشكرين. أنا متشكرة ليكم كلكم، متشكرة لحضرتك يا فندم، متشكرة ليك يا كولونيل أبو موسى. ادعيكي يا دينا عشان تظهري كويس بالصورة. اتفضلي صوري. أنا ياما اتصورت قبل كده. الصور دي مهمة جدا لتخليد الذكريات الحلوة، المناسبات الجميلة، وأحياناً بتسجل ذكريات مرة. انتوا من أول الشهر عبالكم مرتب ثابت عندنا باعتباركم ضباط شرف في جيش الدفاع الإسرائيلي، ده غير المكافآت اللي ممكن تصرفوها عن أي نشاط إضافي لخدمة دولتنا. احنا هنعمل كل نقدر عليه وأكتر. ربنا يقدرنا على خدمتكم أكتر وأكتر. هتقدروا، تقدروا تعملوا خدمات أكتر من اللي فاتت في المرحلة القديمة دي. ازاي؟ كابتن تال مجهز لكم كورس تدريب متطور، وانت يا دينا هتتدربي انت كمان. انا؟ ايوه، باعتبارك الملازم دينا حليم. اظن دلوقتي بقى نقدر نشرب نخبة الكابتن موسى والملازم دينا. انت دلوقتي عندك خبره كويسه في الارسال، لازم تتعلم ازاي تستقبل رسائل كمان، يعني ترسل وتستقبل. احيانا تكون في حاجات مستعجله ومهمه عاوزين نبلغها لك، ما تنتظرش رسائل الحبر السري واحتمالات تاخير البريد. الكاميرا دي على شكل ولاعه، حجمها صغير واستعمالها بسيط، لكن بتدي نتائج كويسه. ممكن تصور بالليل وبالنهار من غير فلاش، هتستخدميها كولاعة، تظبطي الهدف وتضغطي. أقدم لك صديق مستر أمجد. أهلا وسهلا.
مستر أندرياتي عاش في مصر فترة طويلة، كان مدرس في مدرسة ليوناردو دافنشي قبل ما يعتزل. قصدك قبل ما أنجز؟ مصر يا سلام، عشت فيها أيام حلوة كتير. سيبك من الذكريات دلوقتي، المهم إيه الأخبار؟ حجزت باسمي أوضة نمرو 216 جنب 215 بالظبط. ما صدقت لقيته فاضي امبارح بالليل، بت فيها. مش هو ده كل المطلوب؟ هبة هبة سنيور أمجد. عنصر الوقت مهم يا سنيور أندرياتي. بكرة زي دلوقتي هيكون معاك مفتاح أوضة 215. هنقص دكتور. أندريوتي عنده إحساس بالوفاء، بيحاول يرد جنود مصر عليه، بيعبر عن حب للبلد اللي عاش فيها 23 سنة. Thank you.
كده ممكن تسجيل اي مكالمه تيجي للاوضه 215. برافو سنيور، مولتو برافو. شوف يا دينا وانت يا موسى، الوقت مسؤوليتكم زادت، مكانتكم عندنا زادت، بالتالي المكافأة هتزيد. انت خيرك مغرقنا كل انا عايز اشوف نشاط دينا بعد ما بقت الملازم دينا. ان شاء الله. شوف بقى عايزكم تركزوا على حاجات مهمة بالنسبة لنا، سيبكم بقى من حكاية التوم والبصل والطماطم اللي مش موجودة في السوق، دي حاجات تعملوها ناس لسه في الحضانة. انتوا خلاص اتخرجتوا؟ يعني خلاص اخدنا البكالوريوس؟ لا لا مش قوي كده، نقدر نقول خدتوا الثانوية العامة ومجموع كبير كمان. عايزكم تركزوا على الجيش والتسليح والحالة الاقتصادية والتموينية. انتوا بعتوا لنا كذا خطة مهمة، ده شيء جميل، بس عايزين من ده كتير. وسعوا دايرة معارفكم، تعرفوا بناس مهمين لهم مراكز مهمة، وثقوا علاقتكم بيهم، اعملوا حفلات وعزموهم. بالطريقة دي هتعرفوا حاجات مهمة قوي قوي بالنسبة لنا. بس دي حاجات عايزة مصاريف كتيرة قوي. هنغطي مصاريفكم وزيادة، كل فيلم هتبعتوه مكافأة 250 دولار، ده غير المرتب الثابت والمكافآت التانية. انتوا دلوقتي مدربين على الارسال والاستقبال والكتابه بالحبر السري والتصوير. الكاميرا اللي معاكم احدث طراز، ومعاكم العنوان اللي هتبعتوا عليه الافلام. انا عايز الناس في الموساد يقولوا ان موسى حليم ودينا حليم احسن اصدقاء لينا في مصر، ويستاهلوا كل خير. الخير في النهايه عباره عن ايه؟ دولارات. صوتها بيخروش. ان شاء الله حضرتك هتسمع عننا كل اللي يرضيك. انا عايز اسمع منكم مش عنكم. المفاجاه الثانيه، في مكافاه عشانكم 8000 دولار. 8000 دولار؟ اربعه ليك واربعه لدينا. الو، ليك يا كولونيل. الو كين، بيمت متاي توف ميود زبون سراني فلا عبد الناصر مات. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر. عبد الناصر مات. يا ترى هيختلف مع بعض ولا هتعدي في سلام؟ اشرب اشربي عشان تنسي المرحوم أبوك. نسيت أبويا واللي خلفه أبويا كمان. احنا بنحتفل الليلة احتفال دبل، موت عدو إسرائيل رقم واحد ونهاية تدريبكم بنجاح، ونجاح كبير يا أبو موسى.
أنا سعدت يا موشي بسماع الخبر ده. ما تقلش عن سعادتي وما جيشنا اكتسح سينا واستولى على الضفة والجولان. كانت شوكة في ظهرنا ما قدرناش نخلعها ولا بالحرب. وهو الموت حقق لنا أمنيتنا يا أستاذي. أكيد أصدقائنا في أمريكا عندهم نفس الشعور. بكل تأكيد. على الرغم من مبادرة روجرز قناة الاتصال اللي اتفتحت بينهم وبينه. وده كان لمصلحتنا. ايه رايك يا موشي؟ صحيح بعد ما السوفييت زودوهم بصواريخ سام 3 وسام 6 ونجحوا في تثبيتها على خط القنال، طيراننا بقى عاجز ومشلول عن اي حركه بدرجه ازعجت اصدقائنا. علشان كده جه اقتراح وقف اطلاق النار من جانب امريكا في وقته، ووقفت حرب الاستنزاف. بس خلي بالك يا موشي، الروس قلقانين مش مطمئنين لولاء السادات ليهم. الرئيس نيكسون بعت مستر ريتشارد سوني عزي حسب قواعد البروتوكول الدولي، ولما رجع قدم تقرير سربته لينا السي اي اي بيقول فيه ان الشله المسيطره على الاتحاد الاشتراكي واللجنه المركزيه معظمهم موالي للسوفييت، وان الطريق مش مفروش بالورد قدام السادات. بس ده راجل مش سهل. خلي بالك يا موشي، وبكره هفكرك. ادرسوا تاريخه كويس وانتوا تعرفوه اكتر. خلاص جاهزين للسفر؟ حسب تعليماتك. زي ما قلت لك هتاخدوا الطياره لمارسيليا، من هناك تاخدوا القطر لروما. مقدومنا هيقابلكم في محطه السكه الحديد، هتعرفوا منه كل التعليمات. الباسبورتات والتذاكر وجدول المواعيد. فاليا معاكم لحد مطار الليد، هناك بقى هتعتمدوا على نفسكم. كلمة السر هي هي، ما تغيرتش. ينسى فكاشا تفقيه $1,000. بيصدر كولونيل. انا كنت قلت لكم ان لكم هدية عندنا $8,000 ولا لا؟ والله لسه كنا حنسألك، افتكرناك ناسي. انا ما انساش حاجة ابدا يا دينا. في عربيتين فيها تم شراهم في ميلانو، واحدة باسمك واحدة باسم موسى. اللي باسمك حمرة واللي باسمك بيضة. خلاص اتشحنوا على مصر، هتسلموهم من جمرك السيارات اللي في مدينة مصر. فواتير الشراء وبوالص الشحن هيسلمها لكم مندوبنا في روما. كمان في حاجات للمعرض اتشحنت باسمكم. دول يا سيدي $1,000، يلا اصرفهم وانت في روما. اظن دلوقتي كل شيء واضح. احنا مهما قلنا مش هنقدر نكفيك حقك. كل الحقيقه يا كولونيل انت بتعاملنا زي الاهل بالظبط. الكاميرا معايا في الشنطه. معاك سجاير؟ لا. حد يشيل ولاعه من غير سجاير يا دينا؟ معلش انا اسفه، ما انا كنت هاخد علبه من شفيق. دي غلطه ما تتكررش. جراتي. ليزا بتتصل من مارسيليا، شفيق ونرجس غدروا اسرائيل لمارسيليا وهياخدوا القطر من مارسيليا لروما، وهي هتركب في نفس القطر. القطر ده بيوصل هنا الساعه كام؟ هنسال. مش لازم نضيع اي وقت. يا اخي القطر لسه ما اتحركش من مارسيليا. لازم نعمل ترتيب مراقبتهم. أنا وتشاو أعرف كل التفصيلات من ليزا.
هو الدولار بكام النهارده؟ اهلا. الحمد لله على السلامه يا ملازم دينا. يلا الاخبار لحقت توصلك؟ القطر تعبنا كتير، الطياره كانت اريح. الجوازات والتذاكر اللي معاكم. وادي جوازاتكم المصريه وتذاكركم، هتطلعوا على الاوتيل دلوقتي وتنتظروا مني تليفون. ما بتنطعناش اعمل معروف، احنا عايزين نرجع مصر بسرعه. لسه قدامكم يومين على ميعاد السفر. يومين بحالهم. طيب مع السلامه دلوقتي. يس. اما انا تعبانه تعب، عايزه انام لحد ما اشبع نوم. هانت يا نرجس، ادي احنا هنرجع مصر بعربيتين وبضاعه المعرض. مش كان يدينا اوراق الشحنه والفواتير بالمره؟ مش هنشوف تاني؟ ان الله مع الصابرين. لا هو احنا الالف دولار اللي معانا هيكفوا الحاجات اللي عايزين نشتريها، عايزين نكتر من الهدايا المره دي. اديك سمعت ابو موسى بيقول جامله وهاده وهو كله على حساب صخب المخيل. نجيب على قد الفلوس اللي معانا يا نرجس. لا يا حبيبي، احنا لينا حساب في اتينا، ندور على فرع البنك هنا في روما واكيد هنلاقي طريقه نسحب لنا بيها كمان 5000. ايه، ما تنساش اننا هنبقى محتاجين ندفع جمرك العربيات وبقيه البضاعه، ولا هم هيجيبوا العربيات خالصه الجمارك؟ النبي انت اللي حكمك على مليون تفتكهم في شهر يا نوجة. يا اخويا خلينا نتمتع. امال احنا بنعمل ده كله ليه؟ مش عشان نتمتع؟ تشاو. قابلتها؟ وادي تقرير كامل عن كل رحلتها. والافلام اللي صورتها لهم في بير 7 وتل ابيب. هايل. اندريوتي ما اتكلمش ولا مكالمه جات لهم لحد دلوقتي، باستثناء مكالمه داخليه واحده هم عملوها للروم سيرفيس، طلبوا العشاء في الاوضه. برونتو. هو الدولار بكام النهارده؟ بكره الساعه 9 الصبح في بياتسا ازدرا. تشيك. مندوب المساعد هيقابلهم بكرة الساعة 9 صباحا. رحلة القاهرة على الطيارة المصرية بكرة الساعة كام؟ الساعة 5:30 بعد الظهر. ليه؟ هنتابع مع بعض معاك بكرة الصبح، والباقي هيبقى على الله وعليك. أنا لازم أتصل دلوقتي وبلغ القاهرة إن هكون عندهم بكرة بالليل. الحمد لله على السلامة. وحشتوني. طب مش كنت تروح ترتاح من السفر الأول وبعدين نشوفك الصبح؟ بقولك وحشتوني. عاوزين نطبع ونحمض الصور دي بسرعة قبل ما نقابل السيد شوكت والسيد مدحت. واضح إن الموساد حط ثقة كبيرة في شفيق ونرجس. أول مرة يا فندم يدوا لعميل لهم رتبة عسكرية حتى لو كانت شرفية. لأنهم اتأكدوا إن شفيق فكر صالح ونرجس محمود عبد المنعم مؤهلاتهم في الخيانة ملهاش حدود. أنا رأيي فيهم من ساعة ما شفتهم في العريش ما اتغيرش. هم تحت إيدك يا سيد علي. خد ترك منهم وطار مصر. قدام سيادتك يا فندم تقرير المتابعة عن تحركاتهم سواء في إسرائيل أو في روما. أنت أديت عمل عظيم يا سيد أمجد. السيد عاصم يا فندم وكل اللي معاه هم اصحاب الفضل، حتى اندريوتي اللي اتطوع بالخدمه في حب مصر والمصريين. هيوصلوا مصر امتى يا سيد امجد؟ هم قابلوا مندوب الموساد النهارده الصبح، بعد كده راحوا لمكتب مصر للطيران بروما، اكدوا حجز العوده على رحله يوم الاثنين. يعني بعد بكره. على العموم احنا هنكون في انتظار. ها طمنوني عملتوا ايه؟ مركزنا بقى جامد قوي هناك عندهم يا وادي عادل، وعملوا لنا ما هي ثابته ومكافئات وحوافز. هنحكي لك كل حاجه بالتفصيل عشان تشتغل كويس
وتكسب كويس كمان. بس اهم حاجه تكون في برباشه. اسكت يا واد يا عادل، اما شحنا عربيتين يجننوا وشويه حاجات حلوه قوي للمعرض. عربيتين حته واحده بس، انا ليا واحده فيهم. لا لا، ليه؟ احنا هنركب عربيه واحده بس، اتفقت انا ومامتك ان احنا نعمل العربيه الثانيه تاكس، يعني ايراد المعرض وايراد التاكس يبقى واجهه معقوله لعيشه مرتاحه قدام الناس. بس انا لازم اتعلم السواقه. وماله يا حبيبي، ما هي عربيتنا يبقى ممكن تركبها شوي، وانا كمان لازم اتعلم السواقه. اذا كان كده يبقى مفيش مانع. هو ابوك بيعز عنك حاجه يا واد. ما هو ساعات البوس يعني بينسى ان شريك معاكم. مليون مره قلت لك بلاش الزفت البوس دي. طيب حاضر. قول لي، مفيش اخبار عن زينب؟ ما بتشوفهاش؟ ما شفتش حد، لا هي ولا نينا الحاجه ولا خاله ابو المعاطي كمان. يا بنتي ما انا عندي فساتين كتير. بس ده بقى تفصيل طليان يا ماما، هيبقى عليكي شيك قوي. اما انت يا دكتوره جبت لك شويه حاجات تجننوا. حضرتك عارفه اني مش عايزه حاجه. معقوله يا زينب اسافر بره ولا اجيب لكيش حاجه؟ انا مش محتاجه حاجه، ولو احتجت هجيب من هنا. انا اصلي بحب الحاجات المصنوعه في مصر، عشان انا بحب مصر. طيب انا هسيبهم عند ماما، يمكن تشاوري عقلك. انا شاورت عقلي كتير وحضرتك عارفه كده كويس. عن اذنكم انا عندي مذاكره. عاجبك كده يا ماما؟ الظاهر انكم مزعلينها قوي يا نرجس. مزعلينها قوي ليه؟ كنا عملنا فيها ايه يعني؟ بقول ايه يا نرجس؟ الفستان اللي انت جبتهولي يعني؟ نعم يا ماما، مش عايزه تاخديه انت كمان؟ لا يا بنتي هاخده. لو قلت لك تعالي اتعشي هتقولي ماليش نفس. عملت لك لقمه خفيفه عشان تعرفي تذاكري. متشكره يا نينا. زينب. نعم يا نينا. في ايه بينك وبين مامتك؟ ولا حاجه. ما تنكريش، شايله منها قوي كده ليه؟ انا ابدا. زينب، انت شفتي حاجه على مامتك انا مش عارفاها؟ حاجه زي ايه يعني؟ حاجه من البنت لو شافتها على مامتها ما تبقاش طايقاها. ياه، ده انت تفكيرك راح لبعيد قوي. اول مره احس انك مش عايزه تصرحيني. ما هو لو في حاجه كنت هقولك. في يا زينب، وانت مش عايزه تقولي، وانا مش هخصب عليكي دلوقتي. كل اللي اقدر اقوله لك يا بنتي اني متاكده من تفكيرك وفي حكمك ومسيرك انت اللي تقوليلي على سرك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.